شاورا جاتسي، كيدايرين كراحاتكم البدنيه والنفسيه لكم مزيانه. مرحبا بكم في فيديو جديد. كما تشوف العنوان الارباع ديال اليوتيوب وما الى ذلك. بزاف ديال الناس يعني سولوني بين الاسئله سولوني في الكيو ان داي اللي فات وما جاوبتش عليهم. قلنا علاش ما نديروش فيديو خاص نقول لكم شحال كنربح من اليوتيوب وما الى ذلك. المهم اللي نبدا على بركه الله المتابعه على الفيديو حتى الاخر باش نقول لكم شحال كنربح في اليوتيوب. راه كندخلو العلاقه كحله. المهم 2019 سافرت تقريبا شي 3 البلدان خارج طاليان، منهم البرتغال، الاسبان، المغرب، تشيك، السويد، الالمان. خير البركه يعني تقريبا العام اللي فات يعني تقريبا هو الشهر اللي دوزت فيه بزاف ديال التريبات. تقريبا كل اسبوع كنت كنمشي كندوز 24 ساعه في شي مدينه. مشيت لتورينو، فيرنسي، فينيسيا. رجعت من تورينو مشيت للمغرب، فرجت في الفينال ديال تشامبيونز ليغ ويدا الترجي، دوزت نهار ونص رجعت. كانت العاقه تخسرات. بلوس 2019 مشى ليا فول لروسيا، لموسكو ولسان بيترسبورغ لاسباب فهمتي، لظروف شخصيه يعني ما مشيتش تماك. نعطيكم مثال حي فهمتي، السويد مشيت لستوكهولم، مشيت للولايه تقريبا دوزت في السويد تقريبا شي اسبوع ما بين ستوكهولم وما بين الولايه، المدينه هذه اللي مشيت على قبها باش نشوف النورث لايت مي ما كتبش. المهم ان شاء الله نعاود ان شاء الله. يعني فيديو اللي حطيت ديال السويد تقريبا جاب شي 30000 ديال لي فيو، ما ربحت منه والو. علاش ما ربحتش منه والو؟ لان فهمتي شدني الكوبي رايت، ومن شدني الكوبي رايت فهمتي شفتو وقلت صافي الفيديو حطيته في اليوتيوب، يعني لا داعي باش نرجع للمونتاج ونحيد المزيكا ولا فهمتي الموديفيك شي حاجه في المونتاج في يوتيوب. لان في يوتيوب فهمتي في المنصه فهمتي ما كتكون عندك فهمتي تقدر فهمتي الى يلا تحط فيديو هو كيقول لك انه راه الفيديو راه فين فهمتي الكوبي رايت. الا بغيتي تحيد لك المزيكا كيعطيك منين التالي، يعني الثانيه فلان فلانيه الى الثانيه فلان فلانيه فهمتي. الا بغيتي تحيدها وتحط المزيكا وحده اخرى صافي قلت حيد صافي ماشي مشكل فهمتي. حطينا الفيديو ما لا داعي بون حيد لكم المزيكا، كانت مزيكا زوينه. يعني بزاف ديال الفيديوهات فينيسيا، مشينا لبوفيليا انا وزوير، مشينا شفنا هذيك جزيره الموت تقريبا، مشينا 24 ساعه، مشينا الصباح ورجعنا في العشيه. فهاديك التريب بوات تقريبا خسرت تقريبا 80 اورو اللي جيت تقريبا 10000 ريال تاخذ فلوكه وتمشي تماك وهادي وتصور. وفي الاخر ما كانش بزاف ديال لي فيو تقريبا 4000 5000 يعني شحال ما مدخل منه والو تقريبا شحال دولار واحد ماكسيموم دولار ونص. كنمهد لكم الطريق باش نقول لكم في الاخر يعني شحال ربحت 2019. واحد الفيديو تا هو مشينا في 2019 مشينا سوتيرول تقريبا جاب لي العروبي ديال طاليان. داك الفيديو دار تقريبا شي 50 كا تقريبا دخلات ليا 24 اورو. يعني انا كنشوف يعني فهمتي 24 اورو يلا تقدر فهمتي هذيك 24 اورو خلصات ليا ترونسبور. يا سلام، لان في هذاك التريب هذاك درت اوتو ستوب الماكله فهمتي. يقول لك هذاك التريب فهمتي طلع ليا انا طلع فابور فهمتي. هادشي اللي كاين بزاف ديال الفيديوهات اللي فادو الفيديوهات كامل 2019 لا بلو بار فيهم يعني تقريبا ما فيتش. اللي انا كندوي على الفيديو ديال السفريات ما فيتش تقريبا فهمتي المتوسط ديال الفيديو تقريبا 4000 5000 ماكسيموم كيوصل 10000. ولكن في فيديوهات الاخرين ديال 2019 منهم بحال الفيديو اللي دار شويه فهمتي لي فيو بزاف اللي هو مشينا لفيرنس دوزنا 24 ساعه بلا فلوس، خلص غير التيكي ديال الي وروتور اللي تقريبا قول 14 اورو. هذيك التجربه هذيك بزاف الناس يعني فهمتي فهاديك الفيديو بزاف ديال الناس يعني عايروني فهمتي حتى شماتها حتى ماشي راجل كيفاش هذيك الدريه فهمتي تعطيك 10 اورو وما الى ذلك. هذاك الفيديو انا درتو غير فهمتي باش فهمتي ندير تشالنج مع راسي ونشوف لي ليميت ديالي ونشوف رده الفعل ديال الناس. اما الحمد لله ربي يعني فهمتي رازقني، يعني انا ما كنتسناش يعني فلوس ديال اليوتيوب هي اللي غادي فهمتي غادي تخليني نمشي نسافر ولا فهمتي غادي تصرف عليا باش ندير التريبات ديالي. لان فهمتي عندي واحد الهوايه ديال التريبات ويوتيوب يعني فهمتي كنديرو يعني كنتريبي لان عندي هوايه ديال التريبات ونكتشف بلايص جداد وندير شي حوايج جداد فهمتي. قلت علاش ما فهمتي يعني متريبي فهمتي نصور ونبارطاجي لي زينفو مع الناس وما الى ذلك. لان واحد الانسان اللي واندرلاس يعني عزيز عليه اكتشف عزيز عليه فهمتي بلايص جداد. يوتيوب انا لحد الان يعني معتبر يعني فهمتي كنديرو هوايه الحمد لله. يعني الخدمه ديالي الرسميه اللي كنصدقوا منها ومسائل. نرجعوا للنقطه ديال كيفاش كندخل فلوس انا من يوتيوب.
كندخلهم عن طريق فهمتي الادز اللي هما الاشارات كما كتشوفوا نتوما كتفرجوا في الفيديو وكيطلع لكم بعد خطرات شي اشاره في الاول ولا في النص ولا في الاخر. الاول يعني من يلا بتيوتي ما كنتش عارف ان فهمتي يمكن لك تزيد اشارات من خلال اشارات غتدخل الفلوس. من بعد فهمتي بشويه بشويه بديت كنتعمق في يوتيوب صافي بديت كنزيد اد بريك ندير شي 4 اشارات على حساب الفيديو الا كان اكثر من 10 دقائق كندير تقريبا 3 حتى 4 ديال الاشارات. خلال دوك الاشارات يعني فهمتي كندخل الفلوس والاشهار فهمتي هو اللي كيعطي الفلوس لجوجل جوجل ادس وجوجل ادس فهمتي هو كيعطينا الفلوس وهادشي وغادا الدعوه. داكشي علاش فهمتي كيطلعوا لكم الاشارات فهمتي ان من خلال الاشارات انا فهمتي كندخل واحد القدر مالي فهمتي اللي ماشي ما كيكفيش لي انا ولا غير فهمتي غير ديال الفلوس اللي صافرت بهم فهمتي انا فهمتي يعني الحمد لله يعني كما قلت لكم يعني عندي المسائل ديالي عندي الفلوس ديالي باش كنسافر. زياده على هذا يعني كل ما كانوا المشاهدات كل ما يعني الشخص هذاك اللي تفرج في الفيديو وشافو حتى الاخر يعني شافو حتى الاخر ولا قبل من الاخر بشي 3 دقائق ولا هادي كل ما كيكون عندي انا فهمتي كيكون عندي الفلوس فهاديك الفيديو يعني طالعين. اما لا بليبار ديال الناس ما كيتفرجوش على حساب لي زاناليز ديال الواتش تايم اللي هو مده المجاهده في الفيديو. يعني كي اللي كيبدا الفيديو يلا كيبدا فهمتي ما عجباتكش الهضره ديالو فهمتي كتخرج ولا يلا ضرب شي نص فهمتي كيقول صافي هذا صدعنا راسه صافي كيمشي يتفرج فيديو بعد اخر. ما كاينش قليل فهمتي على حساب لي زاناليز قليل اللي فهمتي كاين اللي كيتفرج فيديو حتى الاخر يعني فهمتي كاين اللي كيتفرج حتى الاخر. وعلى حساب لي زاناليز ديال اليوتيوب يعني كيبان لك فهمتي الواتش تايم واش طالع واش نازل كل فيديو كتحطه يعني كيبين لك فهمتي لي زاناليز ديالك الفيديو واش هذاك الفيديو يعني التوبيك ديالو عاجب الناس عاجب الاودينس يعني كيتفرجوا فيه ولا لا. تخيلوا معايا انا في 2019 يعني تقريبا فيديوهات اللي درتهم في 2019 كامله مجموع ديالهم الطوط هو تقريبا 642 الف ديال المشاهده في فلاشين ديالي كندوي على 2019 شحال دخلات لي اسيدي عليك دخلت 225 اور هاي 225 اور يا سلام 44 الف ريال 44 الف ريال جات يعني دخلتها في 2019 225 اور يعني غتغطي فهمتي غادي تفهمتي تغطي لك شحال لي سبيز يعني هذاك لي سيرفيس اللي خسرت فيهم مسائل شحال باش تريبات بناعس ترونسبور يا سلام كندوي على راسي انا كل واحد كيفاش كيفاش كيسافر. بزاف ديال الناس فهمتي غالطين كيسحبوا يعني فهمتي يوتيوب فيه الفلوس ماشي ما فيهش فلوس ولكن خاصك فهمتي الاستمرارية هي 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 الثروت يعني كل ما حطيتي فهمتي الفيديوهات يعني كل سيمانة حطيت فيديوهات جوج فيديوهات ماكسيموم فهمتي كتحطهم فهمتي ممكن تقبلش على الاودينس ديالك حتى الالغوريثم ديال اليوتيوب فهمتي كيعاونك ديما كتحط الفيديوهات ديالك في السجستشن. زيادة على هذا حتى نتوما يعني عندكم الدور ديالكم يعني كيفاش الفيديوهات ديالي يعني فهمتي كيطلعوا كيديروا لي فيو يعني اكثر من 100 كا وما الى ذلك. هذاك الجيم راه فهمتي كتخلي هذاك الفيديو يشوفوا ناس اخرين فهمتي وتعمم الاستفاده وفهمتي يشوفوا الناس الفيديوهات ديالنا وما الى ذلك. واحد النصيحه اللي بغيت نعطي للناس اللي باغيين يبداو يوتيوب هو من تبدا يوتيوب ما تعودش على الفلوس ما تعودش دير دغيا الفلوس لان يوتيوب فهمتي كيبغي شويه الصبر كيبغي شويه المتابعه كيبغي شويه الاستمراريه لان فهمتي الا ما كنتيش فهمتي سيرتو انت نقول باغ اكزومبل انت بغيت دير لي فلوغ انت فهمتي باقي كتقرا في الليسي يعني ما كتقرا يعني عندك القرايه عندك امور يعني بريوريتي يعني عندك الاولويات شي حاجه يوتيوب شي حاجه ثانويه فهمتي كيف ان فلوغين كيبغي شويه فهمتي تحرك موفمون دير شي حاجه جديده ما تبقاش دير في نفس الحوايج باش الاودينس ديالك ما يملوش فهمتي ديهم لهاد البلاصه زوينه تقول لهم انا مشيت درت هاد اللعيبه درت هاد التجربه هادي فهمتي باش الناس فهمتي يتبعوك والمسائل دير اي حاجه تقدر دير فهمتي الجيمنج ولا انت مريح في الدار تقدر دير رياكشن على شي رابر فهمتي عجبك وعجبك الليريكس ديالو فهمتي وقلتي واو فهمتي دير فهمتي مريح في الدار حتى فهمتي توصل بغيتي تبدل الكونتينو ديالك بدلو ديك الساعه شغلك هذا بدا يوتيوب فهمتي بدا وفهمتي وكما قلت يعني ما يبداش فهمتي ما يبداش وعنده فكره بانه باغي يدير الفلوس وما الى ذلك الفلوس غيجيو
غايجي وفهمتي حتى يوتيوب فهمتي غيعاونك الا بقيتي فهمتي كتحط الفيديوهات وعندك شي محتوى نقي وما الى ذلك فهمتي يوتيوب حتى هو غيعاونك غير يحط الفيديو داك سجيستشن دخل فلوس يوتيوب يعني حاول فهمتي يعني امبيسيون في الـ في الاكويبمنت يعني الماتيريال ديالك يعني تشري فهمتي تشري بي سي فهمتي اللي تقدر تمونطي به ولا تشري كاميرا ولا شي لانس ولا شي جويشيه المهم انفيستي في الماتيريال يعني كل ما انفيستي في الماتيريال يعني فهمتي كل ما غادي تغري تطور فهمتي الجوده ديال الفيديوهات ديالكم على ذلك يعني انا يعني الحمد لله في 2019 كان عندي يعني فهمتي لي اوبجيكتيف رغم اني ما دخلتش بزاف في يوتيوب ولكن عندي اوبجيكتيف انني فهمتي اوموا يعني ناخذ بيسي باش ندير به الايديتينغ خديت ماك بوك بلوس خديت درون اللي تقريبا دايره 400 اورو. المهم لوبجيكتيف يعني كان هو ان خدينا بي سي وخدينا الدرون باش نطوروا من الجوده ديال الفيديوهات وما الى كما شفتوا انتما في الفيديوهات الاخيره يعني كل ما كنصاور كنبين لكم جماليه ديال المدينه ولا البلاصه اللي مشينا ليها. المهم هادشي اللي كاين ما تنساوش ديروا لي جيم وراه قلنا لكم فهمتي لان من كديروا لي جيم فهمتي يعني ما تبارطاجيوش الفيديو هذيك لي جيم فهمتي فهمتي باش يشوفوا الفيديو يشوفوا يستافدوا منه ناس اخرين وما الى ذلك. واللي باقا ما تابوناش ويلا اول مره كيتفرج في هذا العبد الضعيف حبيتي ابونا وتحق بالعائله نتاعنا سنكون شاكرين وممتنين لهذا الشيء. هذا كل شيء تهلاو ليا فراسكم والريفيديرتشي بيس.